واخر يقول: الا يكون تعدد الزوجات سببا لقله راحه الرجل من خلال المشاجرات وكره وبغض الاولاد الذين هم من احدى الزوجات من قبل زوجه الاخرى، سببا يكره الاولاد اباءهم؟ افتونا بهذا الامر جزاكم الله خيرا. هذا السؤال ناشئ عن شبهه اعداء الله، السؤال ناشئ عن تشبيه اعداء الله وتلبيس اعداء الله. وليس هناك مشاكل وليس هناك عداوه من الاولاد، بل بينهم المحبه والتعاون والخير، وليس هناك مشاكل الا منه ومن الزوج، هو صاحب المشاكل، فاذا عدل فلا مشاكل.